في مركز قفط بمحافظة قنا أقيمت احتفالية من إحدى دور رياض الأطفال التابعة لإدارة قفط التعليمية، وذلك لتخريج دفعة جديدة من الأطفال. منتصر لطفي السمان والدكتور مصطفى خليفة من قفط. قامت إحدى دور رياض الأطفال حفلها السنوي لتخريج دفعة جديدة في نهاية العام الدراسي، وذلك تحت رعاية مديرية التربية والتعليم بقنا. حضر الاحتفالية السادة المشرفين والمعلمات بدور رياض الأطفال المختلفة التابعة لإدارة قفط التعليمية وممثلين من الأوقاف والأزهر الشريف وأهل الأسر وذويهم. سعدت اليوم بتخريج أبنائنا الطلاب من أحد الخريجات إحدى الجمعيات. طبعا شفت حضرتك العروض المتميزة اللي قامت بها الحضانة، ويمكن في حاجة جميلة جدا الحضانة دي إن هي طبعا بتراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي أساتذة ودكاترة من الجامعات بيجوا لتأهيل الطلبة الصغيرين ذات الحالة الخاصة اللي التخاطب، ورعاية أبناء العاملين الصغار في السن اللي هو تقريبا الرضع، ودي نادر ما نلاقي أحد الجمعيات بتقوم بهذا العمل، وده جهد مشكور لهم. نتمنى إن كل الجمعيات سواء في قفط أو خارج قفط إن تحزو حزو هذه الجمعية والحضانة، لأن شيء متميز. نرجو دائما أن يوفقهم الله دائما في هذا العمل. النهاردة معنا حفلة تخرج رياض أطفال، حفلنا النهاردة عشان أطفالنا النهاردة تخرجوا العام وانتهى عامنا الدراسي 2023-2024. حفلتنا قائمة على عروض النهاردة وتحت إشراف أطفال الحضانة. إن شاء الله نبدأ مع بعض بالعطاء، وكل اللي حصل فيها زعلنا ووجعنا قوي، بس الحمد لله رب العالمين، ربنا دايما ينصرنا وينصر بلدنا وبلادنا أجمعين. وعرضنا التاني إن شاء الله عن بلدنا العظيمة مصر، وإن شاء الله كمان في عروض تانية كتير هتعجبكم إن شاء الله، تكون أعجبكم بإذن الله. هذا وقد شملت الاحتفال عدة فقرات فنية مختلفة ومتنوعة نفذها الأطفال تحت إشراف معلمات رياض الأطفال. هذا وتأتي الاحتفالية في إطار الحث على التعليم والتنافس في سن مبكرة لدى النشأ بدور رياض الأطفال المختلفة. النهاردة حضرنا حفل تكريم وتخرج أبنائنا وبناتنا من الحضانة، وطبعا ده شيء جميل جدا وشيء مفيد وشيء يعني يعطي حافز للأطفال للإقبال على التعليم وليكونوا طبعا قدوة لغيره. فنحن يعني بنشكر جميع القائمين على هذا الحفل لهذا التكريم الذي يعد بمثابة جبر خاطر للطفل الصغير حتى يتسنى له أن يكمل حياته العلمية وحياته المستقبلية، وهو فرح مسرور بما حدث له في هذا الحفل المبارك الطيب. النهاردة أنا جاي من البحر الأحمر لكي أحضر حفل التكريم لرياض الأطفال، وده شرف عظيم لينا مما بدر من الإدارة ومما شفناه على الوضع القائم به إدارة الحضانة، وإن شاء الله عقبال كل سنة بإذن الله ودائما في التقدم والرقي. كنت معكم من محافظة قنا مصطفى خليفة ومنتصر لطفي لقناة طيبة.